From Al Kufa, Saudi Arabia, Wassam Fahd Al Qureshi. From Dammam, Saudi Arabia, Sarah Al Shubal. بدموع الفرح وأهازيج تصدح أصواتها بالانتصار، مشاهد تتكرر كل عام لأبناء الوطن بقصص إنجازاتهم التي تروى. مجد يتجدد بشعبه الطموح الذي اعتاد على تحقيق الإنجازات. رؤية 2030 مهدت لهم الطريق وساروا على خطاها، فاعتلوا المنصات ورفعوا راية الوطن عاليا بإبداعاتهم وابتكاراتهم، جاعلين المملكة في مصاف الدول المتميزة بالإبداع. ها هم أبناؤها الآن يخوضون منافسات أولمبياد إبداع 2024، ويستمرون بالعمل والجهد والتفكير والإبداع للمشاركة في أقوى المعارض العالمية التي يحضرها أكثر من 1800 طالب يمثلون 70 دولة حول العالم. أبناء الوطن أصبح لديهم عادة سنوية، وهي اعتلاء المنصات باستمرار وحصد الجوائز والمراكز المتقدمة. فليس بمستغرب عليهم هذا الإنجاز، فهم يحظون بقيادة طموحة وواعدة لهم بمستقبل عظيم شهدوا واقعه قبل أوانه، ليجعل منهم هذا الواقع الملموس متعطشين للإنجازات عاما تلو عام.